يحدث التزاوج عند طيور الطاووس في فصل الربيع، حيث يقوم الذكر بتأسيس منطقة خاصة به وبإناثه، ثم يبدأ بمغازلة الأنثى عن طريق فرد ريش ذيله الطويل وإصدار بعض الأصوات المميزة، ويكون التزاوج بمجرد موافقة أنثى الطاووس، إذ يقفز الذكر على ظهرها ويحاذيان عضواهما الجنسيين المعروفان باسم المبرق، ثم يمارسان الجماع. وبعد التزاوج ينفصل ذكر الطاووس عن الأنثى ولا يتشارك معها في تربية الصغار، بل يترك الأمر بأكمله لها، حيث تختفي الأنثى وتبني عشها في العشب الطويل، وتضع من 5 إلى 7 بيضات، وتحضن بيضها لمدة 28 يوما تقريبا، وبعد التفقيس تقوم بالعناية بصغارها لمدة تتراوح بين 7 إلى 9 أسابيع. عندما يفقس البيض وتخرج الصغار تكون مغطاة بالريش وتبقى مع أمها في أول أشهرها، وتتعلم خلال هذه الفترة كيف تأكل وكيف تعتني بريشها وكيف تتواصل مع طيور الطاووس الأخرى، ويكتمل نموها خلال 1 تقريبا، وتصل لعمر التزاوج عند بلوغها 2 إلى 3 سنوات. والآن دعونا نرى كيف يمكن للطاووس أن يجد الأطعمة المختلفة التي يحتاجها في البرية، علما أنه طائر يتغذى على كل من الحيوانات والنباتات. ينقب الطاووس في الأرض بحثا عن الديدان والحشرات مثل النمل واليرقات، كما أنه يأكل العناكب والسحالي والضفادع والبزاقات والقواقع، حيث تزوده هذه الأطعمة بنسبة جيدة من البروتين. يحب الطاووس تناول البذور، كما أنه يحب تناول التوت بشتى أنواعه والتي يأكلها مباشرة من شجيرات التوت في البرية. وعند تربية الطاووس في المنزل يجب أن يكون نظامه الغذائي مشابها قدر الإمكان لما قد يجده بشكل طبيعي في موطنه، حيث يجب توفير مساحة كبيرة للطاووس ليتمكن من التنقيب في الأرض عن الديدان والحشرات، وهو أمر قد تستفيد منه في حديقة منزلك. كما يمكنك أن تصنع خريطة من حبوب الذرة وعباد الشمس والشوفان والشعير وغيرها من الحبوب، وتقدمها للطاووس في أوقات منتظمة من اليوم، ولا تنسى أن تقدم له من حين لآخر الفواكه التي يحب، كالتفاح والكمتري والطماطم واليقطين والكرز والبرقوق والعنب. كما يمكنك أن تشتري العلف الخاص بطيور الطاووس وتدخله في نظامها الغذائي. تختلف طيور الطاووس عن الدواجن الأخرى، فهي لا تميز مكان عيشها ولا تعتاد على مكان واحد، لأنها طيور برية الأصل. ولذلك قبل أن تفكر بشراء طاووس يجب عليك أن تتأكد من توفر المكان المناسب لديك لتربية هذه الطيور، حيث يجب أن توفر قفصا لا تقل مساحته عن 4 أمتار مكعبة ولا يقل علوه عن 2 متر. وكلما زاد عدد طيور الطاووس لديك وجب عليك زيادة حجم القفص. وفي الوضع المثالي يفضل أن يكون قفص الطاووس منقسما إلى قسم مظلل يحتمي فيه الطاووس من أشعة الشمس ومن هطول الأمطار، وقسم مغطى بالشباك فقط يسمح لضوء الشمس بالدخول. ويفضل ألا تسمح لطيور الطاووس بالخروج من القفص إلا تحت الرقابة، لأن احتمالية عدم عودتها إلى القفص كبيرة جدا، ولذلك يجب أن تجعل القفص يبدو كمكان طبيعي لطيور الطاووس، كأن تزرع فيه الأعشاب المتنوعة وتوفر فيه برك مياه يتبرد فيها الطاووس، وتزينه بورود الزينة وتجعل فيه أخشابا وأحجارا وغيرها ليقف عليها الطاووس، ولا تنسى أن تخصص مكانا للطعام والماء. ومن الأفضل ألا تجعل في القفص طيورا أخرى كالدجاج أو الإوز أو غيرها، لأن الطاووس يعد من أكثر الطيور اعتزازا بنفسه، حيث يعرف بالغرور والكبرياء والعجرفة ولا يحب الاختلاط بالطيور الأخرى. والآن إليك بعض المعلومات الغريبة عن الطاووس التي ربما لم تسمع بها من قبل. أولا، الطاووس مطارد الثعابين، إذ أنه أفضل مقاتل عندما يتعلق الأمر بالقتال مع الثعابين، ولا يدع أيا منها لتدخل لأراضيه. ثانيا، الطاووس عداء سريع، ويمكنه الجري بسرعة 16 كيلومترا في الساعة. ثالثا، الطاووس طائر صاخب، ويكون أكثر صخباً عندما يشعر بالتهديد أو خلال موسم التزاوج، ويمكن تحمل صياحه في الصباح لكنه يكون مزعجاً في الليل.
ولذلك من الأفضل أن تربيه في مكان بعيد عن التجمعات السكنية أو أن تأخذ إذن الجيران لتربيته. وصلنا أصدقائي لنهاية الفيديو. إن كنت من محبي الحيوانات فيشرفنا أن تنضم إلينا وتشترك في القناة، ولا تنسى إخبارنا بآرائك واقتراحاتك في التعليقات.